إي والله المقدوس له شعبية كبيرة، عجب ليش ما بحطوا له أسهم في البورصة؟ قبل ما تدخل على البحر لازم تكون تعرف تسبح، لأن مرات بتخسر من مطرح ما بتفكر حالك راح تربح. ومو مين ما حكى لك شغلة بتصدق وبتلحقه صح صح. وإذا بدك تحكم على حدا اسأل عنه الناس، لأن الناس يا بتنصح يا بتفضح. خلونا نبرك ونحكي أريح. التداول في الأسواق المالية، هذا البحر العميق واللي كلياتنا منتمنى أنه نخوضه بس منخاف نقرب، بس بدنا إياه لأن يمكن نقب فرد قبة. طبعا أغلب الناس اخذين فكرة غلط عن هالسوق، واللي هي أنه الربح فيه أو أي شيء ممكن يحققه الإنسان ما هو إلا ضربة حظ، وهذا الشيء غلط في عينه. ما يمكن هني عمال يطالعوا هاي الإشاعة عنه مشان الناس تبعد وتهرب منه. التداول في الأسواق المالية له أصول وترتيبات معينة، ما بعتمد خالص أو خليني أقول في المجمل على ضربات الحظ أبدا. الموضوع بده خبرة، بده متابعة، بده تدريب، ترينينج، كورسات مثل العادة، يعني بده تكتكة. يعني بس لأن ثقافة الناس في هالموضوع قليلة يعني بيوقعوا بالأغلاط وبالمخاطر. القصة ببساطة وباختصار بتحتاج لجهة موثوقة تشتغل معاها وتتعلم عن طريقة أصول الشغلة، ويمكن هن يتابعوا لك الموضوع من أساسه كله. بالآخر معروف عنا القاعدة اللي بتقول عطي الخباز خبزه لو أكل نصه. يا سيدي وأنا بقول لك في هالمجال ولو أكله كله. لا العمى شلونك إذا أكله كله؟ أنا استفدت من الخبزة ومن الخباز. لك لا لا، إيش استفدت إذا أنت أمنت في ناس ما خبرة؟ لأن جد في ناس بتوهمك انه هن خبراء وسلمنا رقبتك. خب السوق قص بياخدوا البيضة والتقشيرة. انتبه، القصد انك تكون مع الخبير الثقة، لان الموضوع له مفاهيم يعني هيك واساسيات واصول، ما هو شغلة على الهبنة وشغلة طجة لعبت لا. وفي هالسياق مثل ما عمال احذر من الانسان ما يدخل على طشمنته، كمان ما يسأب مين ما كان. هذا الباب كبير وواسع يعني، والشركات اللي من هالنوع ومن هالاختصاص عمت الدنيا، صارت أكتر من معقبين معاملات اللي بوقفوا تحت السرايا وكل واحد بنزل له إعلان بعمل فيه شركة. ومشكلتنا نحن روح قلبنا الإعلانات الاحترافية، بس شفنا واحد منزل إعلان عليه القيمة منقول أوف هاد تمام أموره ومندرج وراه، ويا ريت اللي جرى ما كان. بعد ما تاكل الصواب يا خاي ما فيدك الندب، انتبهكوا. ها على فكرة في مفاهيم كتير أساسية في هالمجال، مثل مثلا بقولك إدارة المخاطر وتحديد الاستراتيجيات. ولما منقول إدارة مخاطر هذا الكلام معناه انه في الضرورة في مخاطر، بس ده تعرف شلون تديره وتتعامل معه. وهذا الموضوع هو اللي بده يتطلب الخبرة. وانت يا مسكين من لك الخبرة، بدك تروح تسأل الناس المختصين. زمانات واحد من رفقاتي قال لي يعني شغل التداول مثل الكوميسيونجي، يعني هو هذا اللي بيشتغل بين طرفين وبياخد رزقته. إيه بس طلع غشيم والحكي مو هيك، عمال يتشاطر الأخ. الموضوع أكبر بكتير من الحكي. طلع
طلع تجارب الأصول. يعني أنت مثلا تشتغل في البورصة، بتدخل بتشتري حصص في شركات، ممكن هاي الشركات تكون عالمية، يعني تشتري مثلا أسهم في جوجل، يعني صرت شريك أنت فيها بقى بعدون أنت وشطارتك. هلأ في ناس خسرت أموال، إيه نعم، وأموال طائلة وثروات متخوف في هذا المجال في التداول وفي سوق البورصة. إيه بس كمان في المقابل في ناس عملت ثروة يا خاي، في ناس قبت فرد قبة. برجع بقول الموضوع صدقوني مو مرتبط في الحظ، في أصول أنك أنت تشتغل عليها وبعدون لكل مجتهد نصيب. بس مو غلط في كل الأحوال أنه الإنسان يكون حريص كتير في هالقصص، ولا أنتوا إيش رأيكم؟ لا تتداول إذا ما بتعرف، وروح اسألك شي خبير، أبدا ما نحظ القصة بده تكتيك وتدبير. لا توثق في شركة بسرعة، اسأل عنها كتير كتير، يمكن تخسر كل شي بلحظة ويمكن تتحول لأمير.